فوالا هذا هو الباركينغ ديال زي العابدين. دابا راه اون اميناجمون، دابا تيديروا البافي، البافي هو اللي بقى، وبقات تيديروا البلايص فين يكون الشجير، هذوك لي كارو المثلثات. السور ديالو راه كمل، خصو غير يكفينا. وهادو لي كيريت، الكيريتات ديال الدخول والخروج. فوالا نتمنى فقط ان المسؤولين على المشروع يحرصوا على ان بلاصه الطريق اللي كتهبط مزيان المارشي ليه كيضمن الطاكسيات والطوموبيلات توسع شي شويه باش ما تبقاش توقع حركه، يعني عرقله بحركه السير. هما كتشوفوا معنا الدروج اللي كيطلعوا للسوق ديال العابدين، يعني غادي يحل المشكل بالنسبه للناس اللي غادي يجيو السوق. المساحه تبارك الله كبيره. هادشي في انتظار البدء ديال المشروع ديال بناء الباركينغ سوتيران اللي غادي يكون في البلاصه ديال الطاكسيات. هاد البلاصه بالضبط اللي كاين الطاكسيات الكبار، غادي يكون سور دو نيفو، جوج المستويات، لسعة ديال 400 سيارة ان شاء الله تعالى. فوالا تبارك الله عليكم، تحياتي من مدينة مكناس.